أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أنه للمرة الأولى في تاريخ الوزارة يوجد 9 واعظات في بعثة الحج لهذا العام. جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف مع واعظات الوزارة لبحث الاستعداد لمشاركتهن في الملتقيات الفكرية الرمضانية ودروس الشهر الفضيل. متابعة المستجدات الدعوية وتفعيل دور الواعظات الديني استعدادا لمشاركتهن في الملتقيات الفكرية الرمضانية هدف الرئيس للقاء وزير الأوقاف بواعظات الوزارة وحثهن على بذل جهد أكبر لتشكيل الوعي التجديدي. نجتمع هذا الاجتماع اليوم لوضع الخطة الرمضانية وتكثيف العمل الدعوي في الدروس والقوافل والملتقيات الفكرية خلال شهر رمضان. وهذا العام أيضا سنخصص بعض الأيام للواعظات في ملتقى الفكر الإسلامي، لأن الحقيقة قضايا المرأة تستطيع المرأة أن تتعامل معها بيسر وسهولة. التركيز على القضايا التي تمس الواقع المعاصر وقضايا المرأة والسلوك الإنساني أبرز ما أكدت عليه الواعظات خلال اللقاء، ووصفنا خطوة انضمامهن للعمل الدعوي بالأوقاف بالمتميزة في ظل تجديد خطاب ديني شامل. يهدف العمل في شهر رمضان إلى تكثيف الخطاب والدروس اللي بتعطى في المساجد، نظرا لإقبال الناس في الفترة دي على الاستماع للوعظ الديني التوجه إلى المساجد، فاحنا بننتهز هذه الفرصة أن نكون متواجدين ما بين النساء في مصلى السيدات من خلال الدروس. دور الواعظات في الصعيد لا يقل أهمية عن دور الواعظات في مصر هنا في القاهرة، يعني في كل مسجد في واعظة بتلجأ لها سيدات في المشاكل الحياتية، وفي رمضان بالذات احنا بنكون متواجدين فقه الصيام وجميع مناحي الحياة، أي حاجة بتبقى جديدة بتسأل بتكون السيدات بتسأل فيها، لأن العبادات لوحدها لا تكفي، يعني من لم تنهو صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاح له ولا صلاة له، وكذلك الصيام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في طعامي وشرابي. فهو أهم حاجة إن احنا لو ركزنا على حسن الخلق والعباد والمعاملات الصحيحة أكيد هنوصل للعبادات الصحيحة. تنمية الوعي الديني والثقافي لدى الفرد والمجتمع من خلال عمل المرأة حرص يأتي من وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير بالحكمة والموعظة الحسنة. في لقاء علمي بشأن الاستعداد لدروس شهر رمضان الكريم والمشاركة في بعثة الحج لهذا العام، وزير الأوقاف يلتقي واعظات الوزارة للتأكيد على مضاعفة الجهد واستغلال الأجواء الإيمانية للشهر الكريم للوصول بالدروس الدعوية الإيمانية في أبهى صورة ممكنة. من وزارة الأوقاف وليد هيكل، التلفزيون المصري.